أفرجت الحكومة الجزائرية اليوم على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10/6/2020 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 59 والمحدد لمعايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسهيل العقاري OPG، حيث تم تحديد سعر البيع للمتر المربع في كل ولاية ومدينة بتقسيم السعر على 4 فئات كما يلي: الفئة الأولى سعر المتر المربع 12000 دينار جزائري تخص السكنات الموزعة قبل 2004، الفئة الثانية سعر المتر المربع 20000 دينار جزائري تخص السكنات الموزعة بين عامي 2004 و2009، الفئة الثالثة سعر المتر المربع 25000 دينار تخص السكنات الموزعة بين عامي 2010 و2014، والفئة الرابعة سعر المتر المربع 30000 دينار تخص السكنات الموزعة من 2015 إلى غاية يومنا هذا. هذا وسينتج سعر التنازل عن سكنات سوسيال بحساب معدل قدم السكن على مساحته المفيدة، وكذا بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي للمتر المربع الذي ذكرناه مسبقا، بمعنى أن سعر المتر المربع سيرتفع بإضافة هذه المعايير، وعليه نرجو من المشاهدين المعنيين بهذه العملية التقرب من أقرب فرع لديوان الترقية والتسهيل العقاري، وذلك للحصول على السعر النهائي لحصولهم على التنازل على سكنتهم من طرف الدولة، وكذا الوثائق والشروط المرافقة لهذه العملية.